معنا في جمعية باقي الخير في موسمها الرابع من إفطار صائم. كيف ما كتشوفوا معنا هذا الموسم الرابع ديال حملة إفطار صائم، كنديروا 310 وجبة في يوميا. كل نهار جنود الخفاء اللي والمتطوعين كيوجدوا معنا هذه الوجبات. الوجبة كتكون من الخبز، من تيفان، من بغرير، من رغيفة، من المالح، من ياغورت، من حليب، الماء، شباكية طبعا، تمر وبيطات والحريرة اللي ما كتخفى تدار في رمضان. في هذه السنة الهدف ديالنا هو نوصلوا 9000 إفطار إن شاء الله طيلة شهر رمضان. دونك الإفطار كيكون يوميا، كيتوجد هنايا في هذا المقر كما كتشوفوا معنا، وجنود الخفاء كيجيو يوميا في الصباح الباكر باش كيوجدوا. كاين الشيف كيوجد لنا الحريرة، كاين المساعدين اللي كيجيو هنايا باش كيعمروا القفف الرمضانية، ومن بعد جنود الخفاء أو المتطوعين والأعضاء هما اللي كيتكلفوا بعملية التوزيع ديال القفف الإفطار على المحتاجين واللي هما مسجلين معنا. والحمد لله من كنلونسيو شي عملية الحمد لله ربي ما كيخيبناش، وكاين محسنين طول المواسم، وكاين محسنين اللي كيجيو كيشوفونا ولا كيسمعوا بنا أولا الأصدقاء ديالنا كيقولوا عليهم وكيجيو حتى هما يساهموا معنا. الحمد لله كتيسرنا الأمور، دائما كنقولها بجهد الله وبفضل المحسنين وبفضل الأعضاء والمجهودات ديال الأعضاء باقي الخير جميعا. والحمد لله كيكونوا أصداء جيدة على الإفطار ديالنا، كيقولوا لنا بأن فيه يعني النوعية ديال الحوايج اللي كنوزعوها كتكون مزيانة، يعني لا كاليتي. حنايا ماشي بغينا غير لا كونتيتي، يعني نقدروا نفرقوا ألف بمواد قال ولا، ولكن حنا كنبغيو تكون الجودة في الإفطار ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.